One can't help but look up in. لا يمكن للمرء إلا أن ينظر باستغراب إلى هندسة البشر هنا. فبارتفاع 830 مترا يشكل هذا البرج اللامع أحد أبرز معالم مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليصبح رمزا لنهضة الإمارة. تملك دبي أسلوبا مختلفا في التعامل مع المشاريع، إذ تحرص على تنفيذ مشاريع أيقونية رموز يمكن للناس تذكرها ويمكنها أن تلفت انتباه الجماهير. إنها رؤية بنيت على ناطحات السحاب والجزر الصناعية وأسلوب الحياة المرفه. وبصرف النظر عن الأزمة العقارية التي شهدتها الإمارة قبل حوالي 8 أعوام، تظل هذه الأرض مخصصة للابتكارات الجديدة والنمو المستمر. إنه صراع لفوز الأقوى، القوة تكمن بالقدرة على الوقوف واستعادة الازدهار مجددا. على مر التاريخ تتطور المدن من تلقاء ذاتها، تحتاج 1000 عام لتبني لندن وقرونا لبناء نيويورك وآلاف السنين لبناء روما، ودبي نمت بشكل سريع للغاية خلال جيل واحد بسبب القطاع النفطي وازدهار الشحن، ويرى البعض أن هذا النمو سريع للغاية وأن الإمارة نمت بشكل خارق في المجال العقاري وبشكل متقلب. نحن نتعلم من المدن العظيمة، ولكن في الوقت ذاته نقوم بخوض تجاربنا الخاصة والتعلم منها. هنالك بالتأكيد بعض الأمور التي يمكننا تنفيذها بشكل أفضل، وهنالك أمور يمكننا تعلمها من غيرنا لنستمر بالتطور، لكني أظن بأن الأمر يتعلق بالرغبة بأن نصل إلى أفضل وضع لنا، وأعتقد بأن هذا ما يدفعنا للازدهار. ولفهم نمو دبي السريع علينا النظر إلى تاريخها. فقبل قدوم النفط والغاز كان الناس يعتمدون على البحر، والدليل على المكانة التاريخية لمياه البحر في الثقافة الإماراتية يكمن هنا في منطقة الخور. هنا بدأت القصة كلها. علاقات التجارة الدولية فتحت المجال لتصبح دبي بوابة عالمية اليوم. عاش المؤرخ بيتر هاليان هنا 40 عاماً، وهو شغوف بالتراث البحري للمنطقة، ويقول أن تاريخ هذه الدولة الخليجية يساء فهمه في معظم الأحيان. الكثيرون يرون بأن هذه المنطقة لم تحوي شيئاً قبل اكتشاف النفط، لكن هذا غير صحيح. لطالما وجدت القوارب الصغيرة التي استمرت بالمرور عبر الخليج العربي نحو إيران وبعض الأجزاء من باكستان، لكن هذه القوارب لم تبقى في المنطقة فحسب، بل هنالك مؤشرات على مرور بحارة عرب من جنوب منطقة الخليج ليبلغوا الصين قبل 2000 عام. لكن هذه السفن القديمة بدأت تستبدل بتلك الكبيرة التي يمكنها تلبية الطلب الكبير لحاجة السكان بأعدادهم المتزايدة. وسط تخوف من اندثار حرفة صناعة السفن التقليدية،